اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين، لا مانع للشر إلا أنت، ولا جانب للخير إلا أنت، لك الصلاة والدعاء والسمع والطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع النداء ويا مستجيب الدعاء، ارفع عنا هذا الوباء، فإن أرزاقنا قد توقفت ونفسيتنا قد تعبت. اللهم إن كان هذا غضب منك فإنا نستغفرك ونتوب إليك، وإن كان ابتلاء فنسألك اللطف والرحمة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترفع عنا الوباء وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية. يا رب لا يأتي رمضان، يا رب لا يأتي رمضان إلا وقد فتحت مساجدنا. اللهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعل لكل من يمر بضيق فرجا، ولكل مهموم راحة، ولكل حزين سعادة، ولكل داع إجابة، ولكل مريض شفاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم في هذا اليوم وليتك أمري، فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري. يا رب اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين، لا مانع للشر إلا أنت، ولا جانب للخير إلا أنت، لك الصلاة والدعاء والسمع والطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع النداء ويا مستجيب الدعاء، ارفع عنا
نفسيتنا قد تعبت. اللهم إن كان هذا غضب منك فإنا نستغفرك ونتوب إليك. وإن كان ابتلاء فنسألك اللطف والرحمة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترفع عنا الوباء وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية. يا رب لا يأتي رمضان إلا وقد فتحت مساجدنا. اللهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعل لكل من يمر بضيق فرجا، ولكل مهموم راحة، ولكل حزين سعادة، ولكل داع إجابة، ولكل مريض شفاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم في هذا اليوم وليتك أمري، فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري. يا رب اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.